لو الحكاية فيها إن فيتو تمت الوزير عندك كنت انا منتظره بابا كان قافل التليفون بقاله كام شهر فتحوا هنا فتحوا الايام دي كان مستني الوزير بس احنا فكرنا ان هو يتصل الصبح انت قلت له متوقع اكون طالع من قلت له ما يدوش في الحكايه دي ما كنتش عايزه اخبطه ما اتصلش لما اتصل بقى ما صدقناش بصراحه كلنا قال لك ايه سياده الوزير كلم بابا الاول وبعدين قال له عاوز سلام لما كلمته قال لي انت واقفه ولا قاعده قلت له لا واقفه قال لي طب بالراحه كده عاوزين تلعبوا على الثانيه على الجمهوريه بس رد فعلك ان عملتي ايه عملنا معايا كلنا وماما كانتش مصدقه كلنا كنا فاكرين ان مقلب اصلا في الاخر حمدنا ربنا وشكرنا الحمد لله تمام نظام البوكلت انت اول سنه يطبق عليك نظام البوكلت رايك فيه ايه احسن من السنين اللي فاتت احسن من النظام القديم في اي سلبيات فيه لا هو بصراحه كنت فاكره ان الاماكن الاجابات مش هتكفي ان الاجابات بتكفي كان المكان كان كافي كتير كان السواد ده كمان موفره لي ان هو لو عايز احل الاسئله الكتيره او حاجه كنت برجع فيها ورا برجع في السواد ده حابه الوزير اللي قدم لك الهديه ولا سياده الرئيس السيسي الاثنين طبعا شكرا ليهم النظام كان كويس ما كانش فيه جيش مدرستي عموما كنت متابع نظام كنت بتتابع الفيسبوك واخبار البلد وانت في الثانويه العامه في الامتحانات ولا كنت قافله لا كنت قوي عملت كده اول يوم بس اول يوم العربي ما لقيت ان حضره اتسرب بقى الحاجات دي ما كنتش عاوزه ادخل يعني ما كنتش عاوزه لنفسي طول السنه كنت بتابع الفيسبوك والاخبار والسوشيال ميديا في بيت اسمه الثانويه العامه دي كانت بتساعدني كتير في واحد اسمه محمد نجيب برده كان بينزل لنا حاجات ولينكات فيديوهات وحاجات كتير ده كان بيساعدنا بصراحه دخلتي على اللي هي احدث مواقع التغشيش دلوقتي الغش لا كنت عارفه ان الامتحان بتتسرب كانت مامتي بتقولي ان بعد ما بندخل مثلا بربع ساعه ولا حاجه الامتحان بتنزل حاولتيش مثلا كفضول تخشي تبصي بصه كده ما كنتش قبل الامتحان ما كنتش فاضيه لا مش قبل الامتحان يعني عموما بعد الامتحان كنت بشوف الاجابات بقى والنتيجه بعد ما برجع بس ما كنتش قلقانه بصراحه بتعرف ان ربنا يعني دخلتي على شومان لا مش شومان جوه كان الاسئله بتنزل كان في ناس بتبعتها لو بتعمل شير ليها ان هو في برده لسه بسيب شغال لسه تمام مصاريف الثانويه العامه تفتكري عملوا جمعيات اهلك ولا تمام ولا مش جمعيه بس والله ربنا عن بابا الحمد لله عليها كانت كتير طبعا طيب تسالي بقى فيها لا ما انا هساله هو فين باباها يا جماعه هو بيتكلم على فين بابا حاج علي صرفت كام ثانويه عامه مصاريف هو المصاريف مش على قد التعب هي تعبت اكتر بصراحه تمام بس برضو مصاريف ما فرقتش هي حوالي كام طب حوالي كام برضو حوالي كتير كام وكام لا احنا هنوصل لسعر هنوصل لسعر عشان الناس لازم تعرف سنه لما بتوصل كام مش شغلها الاعداد يعني بس هي صرفت بس تعبها في حدود تعبها اكتر من في حدود كام عملت 40 50 تمام بس يعني. هي طبعا تعبها اكتر من كده بكتير تمام تقول ايه لبنتك النهارده اقول لها انت تشرفتيني ايه جايزتك لبنتك النهارده ايه بيها لا الجايزه هجيب لها جايزه معلش يا حاج انا كنت عايز العربيه كنت منتظر الوزير فعلا انا كنت قلت لها كده قلت لها لو الوزير اتصل بيا هنزل اجيب لك اربع